اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد مجدي، ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ كله تمام زي الفل يا كابتن. ايضا ايمن جلبرتو، ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. خليني ابدا معاكم الاول بمباراه الاهلي والاسماعيلي، وهذه المباراه المهمه جدا اللي استطاع النادي الاهلي ان يفوز فيها بثلاثه نقاط. رايكم بشكل عام، لان احنا لسه مخلصين الاستوديو، فرايكم بشكل عام يعني. يعني طبعا فوز مهم، لانه جاي بعد فتره من التركيز في بطولات افريقيا، وجاي بعد فتره تعثرات برده مش قليله في المسابقه المحليه في الدوري. فاعتقد انه كان الاهلي محتاج انه ثلاث نقط بس بدون اي تجميلات، وان كان الاداء فيه شويه مؤاخذات عليه. لازم، انا لسه كنت بتكلم، يعني كويس ان انت فتحت هذا الامر برضو ايمن، لان عايزين نتكلم فيه كلنا يعني. بالزبط. انا مش عايز بقى امشي بالدور، احنا عايزين نتكلم فيه، لانه انا في هذا التوقيت انا لسه كنت بتكلم في المقدمه انه احنا من يوم واحد ليوم 25 هذا الفريق لا يحتاج الا الى المسانده والدعم. بالظبط. مسانده ودعم مش معناها ان احنا نتغاضى عن امور اخرى، ولكن اقصد انه ان احنا نفضل دايما وراء هذا الجيل من اللاعبين، لان هذا الجيل من اللاعبين عمل حاجات كتيره كويسه جدا 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 جدا، وينتظر تاريخ او مستقبل كبير في المستقبل القريب والبعيد ان شاء الله. بالظبط. يعني الجيل ده جيل محترم، وجيل محترم مش بس على صعيد الارقام والانجازات، هو محترم كمان على الصعيد الشخصي. جيل يعني مر بظروف صعبه جدا الجيل ده، وعشان كده هو من افضل الاجيال في تاريخ النادي الاهلي. لكن في بعض الاحيان بيبقى الدعم نفسه هو ان انا انور لك على الاخطاء واقول لك ان في غلط هنا، في حاول دلوقتي، حاول وانت مش مغلوب، حاول وانت طالع كسبان ان انت تعالج النقطه دي. ده بيبقى حقهم علينا في الوقت دوت، وده بيبقى الدور الجيد لاي حد بينتقد انتقاد بناء يعني بشكل عام. انا شايف انه في حاجات ايجابيه كتيره من الماتش بخلاف الثلاث نقط. شايف انه مثلا على سبيل المثال وسام ابو علي بشكل عام بتحركاته بكل ما يحدث في الملعب نقطه ايجابيه جدا. برافو عليك يا احمد، لانه انا النهارده شفت يعني ان هناك بعض من لا يشجع النادي الاهلي رايحين لسكه ايه، ان وسام اصلا ما بيلمس الكره، هو بالعكس هو قافل يعني انا بشوفه تحركاته غير طبيعيه. لا لا، انا شايف لو ينفع نعرض الجون الاولاني. ينفع طبعا. لو ينفع نعرض الجون الاولاني نشوف ماذا يفعل وسام ابو علي في الاربعه اللي ورا بشكل عام في التعامل معاهم. طبعا احنا مقرين ان المهاجم ليس تحركات فقط وانهاء وفينش، هو الراجل اثبت ان عنده ده. بص يا كابتن، فضل. اولا داخل عليه حد من قلب الدفاع والباك ليفت مرحل ورا، هيستلم، بص بقى التحرك، هيهاجم المساحه اللي قدام دي. ادى حل اولا، لو ينفع نقف اولا اداله حل. ينفع طبعا، ينفع حل يعني اهو هو طلع اولا واحد من اللعبه. لو عمل له التو بيرسي تاو كان، لو عمل اتحرك صح، اتحرك قطري علشان يطلع نفسه من الاوفسايد. صحيح. يعني بص يا كابتن، اولا طلع لك واحد من خط الدفاع كله رايح على الكوره بنفسه، مستلم صح طالع على الباك، خرج الباك ده من اللعب بترن بسيط. هيديك حلين دلوقتي في الهجوم. الحل الاولاني نقف هنا، حل التسويب بتاع بيرستاو اللي جه منه الجون. أوكي. طب بص الحل الثاني يا كابتن، ان تجيله في المساحه دي وعمال يتحرك قطري. شايف عمال يتحرك قطري عشان يطلع من الاوفسايد ازاي؟ خلاص، هو بيرستاو ادانيه الشوط، وفرت لي حل. انت كمهاجم وفرت حل للجناح. مش العكس، مش العكس. الحاجات دي مش كتير يعني، مش كتير. وامام عاشور كمان فاضي لانه سحب معاه اكتر من حل. بقى اكتر من حل، ده معناه ان ده مهاجم محترم بتحرك بسيط. وبتحرك بسيط المهم جدا ان انا بصيت بالشمال صح، ان انا لفيت صح وبصيت بالشمال صح واتحركت صح، فانا وفرت ثلاث حلول للتسجيل. ورقصه صح. ورقصه صح في الاخر. مش قوي يعني، بس انا عندي ممكن نرقص صح. فاللي عايز اقوله لك يا كابتن، لا وسام ابو علي، انت محتاج انك تبرز لي كل مره قدره انك تهدف، وعشان كده النهارده كانت في كذا كوره كنت محتاج ان هو يفنش على الجون، يشوط بسرعه الكره اللي حاول يمرر فيها. لكن حتى الكره في رجله يا كابتن عنده اكتر من حل، بيوفر حلول هجوميه كتير. شايف ان ده من اهم المزايا. شايف المزايا ان انت بتستعيد كل المصابين، ومش سهل ان انت تتجانس تاني بعد شهر من تغيير، خصوصا الناس اللي لعبت في الطوارئ دي كلها، لعبت اهم كام ماتش في السيزون كله، سواء على مستوى سيمبا رايح جاي او على مستوى مازيمبي. فشايف برده انه تمام، وشايف طبعا النقطه الايجابيه المستمره اللي بقى لها فتره، مصطفى شوبير بصراحه بيعمل مستوى يعني، ده فعلا حارس المرمى اللي بيوصلك فعلا ان انت تنافس في كل شيء، كما كان محمد الشناوي طول الوقت. وعلشان كده احنا في مكسب كويس جدا ان احنا عندنا حارس اساسي وحارس بديل على اعلى مستوى. ايمن، ضيف على كلامه في حته وسام. لو استرجعنا اصلا بدايه المباراه كابتن اسلام، في اول خمس دقائق وسام كان بيعمل حته الضغط اللي هي العالي على المدافعين بشكل ممتاز جدا، زي ما حضرتك قلت كده. يعني هو تحس ان هو بيروح يخض، لو في كوره حتى قطعها وكان لعبها لعبد القادر، والامور يعني كانت برده عملت ثانيه واحده ثانيه المعلول في الشوط الاول. بالظبط، يعني صناعه الفرص من خلال الضغط دي حاجه ايجابيه جدا. كمان من حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، بعيدا عن كمان المسانده،
هي ده وقت المباريات اللي في بعض الاحيان كنا بنقول المصطلح دايما يا كابتن اسلام بتاعي مباريات تكسب ولا تلعب. عشان كده للاعيبه النادي الاهلي هي رساله، طالما انت قدرت تتقدم 2-0 انت لازم بقى يعني خبراتك اللي على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، واعتقد دي كان الجيل بتاعك يا كابتن اسلام بيعرف ومتمرس فيها جدا. انا فاكر في مباريات في موسم 2008، عشان ده موسم كان صعب وكان فيه ضغط وكان فيه اصابات كتير، كان 1-0 تحاول على تمسك كره تقتلها. حتى في مباراه زمالك كان الفلافيو جاب الجون واخر 10 دقائق الملعب كله عباره عن بساطه. فكابتن مدحت شلبي كان انا اتذكر مباراه كنا بنلعب فرقه من غانا، قال لك نص ساعه لو ما جبتوش ثلاث، والله بجد لو ما جبتوش ثلاث اجوان هتبقى عندي مشكله كبيره معاكم. جبنا كسبنا 4-0 في اول الشوط الاول. الشوط الاول لا أول أول نص ساعه ايوه كتوكو. الجون الرابع كان في الدقيقه 28 صح. والماتش ده كمان كان فيه والباقي ايه بقى اسامه حسني وشوقي وتريكا الكباتن طبعا وفلافيو صح. الماتش ده بقيته ايه بقى الشوط ونص اللي باقيين ايه باص بس بالظبط. مش انت خلاص خلصت كل حاجه فهي دي انت وهو اللي قايل خلي بالك المدير الفني فهي دي. والماتش ده اللي انت قلت ده كابتن اسامه كان فيه مشكله اصابات انا فاكر، وكان فيه غيابات وكان عندنا ماتش حاجه بعديه مهمه جدا تقريبا احمد صديق ما كانش بيلعب باك بيلعب طرف او صانع لعب حاجه كده فهي دي لعيبه النادي الاهلي استغلوا خبراتكم ان انتوا لما تجيبوا جون والتاني اقتلوا اللعب. انتوا تعرفوا عندكم قدرات تقدروا ان انتوا تقتلوا بيها اللعب عشان خاطر انتوا ترتاحوا، هتخلوا المنافس معنوياته تقل مش هتدخلوه تاني في الجيم، انتوا هتكملوا المباراه بشكل اهدى. فلا يعني الحمد لله 3 نقاط لسه بقى زي ما اتكلمنا كتير الفتره اللي فاتت، عندنا الجونه في البلديه في الاتحاد كلها مباريات كل 3 ايام وكل يومين، فالامور صعبه. فان شاء الله يعني الحمد لله عدينا مباراه وان شاء الله القادم يبقى افضل. طيب كيف يكون القادم افضل؟ يكون القادم افضل بانه محتاجين انه يعني احنا كنا الاول بنلتمس العذر للراجل وللتشكيله كلها بالاصابات الكتير. حاليا انت 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 استعدت معظم العناصر اللي انت عايزها على كل الخطوط، ده فعلا بقى الوقت اللي انت المدوره فيه مش رفاهيه، انت محتاج ان انت فعلا تدور اللعيبه وفي نفس الوقت يعني تدي لكل اللعيبه دقائق تريحها، واللعيب المصاب لو في كانت مفاجاه النهارده بمناسبه الكلام اللي حضرتك بتقوله يا احمد إنه هو مفاجأة البعض يعني إنه هو بدأ بنفس التشكيل تقريبا اللي نهى بيه في اللي بدأ بيه مباراة يعني باستثناء إمام ومروان مثلا. أنا مثلا مبسوط بحركة إمام ومروان إن هم بادئين أساسيين على طول، واللي خد منهم يعني خدوا دقايق كتير. أنا مستني أشوف بصراحة ديانجو، مستني أشوف اللعيبة اللي راجعة دي كلها الأيام اللي جاية مستني أشوف أحمد نبيل كوكا بيرتاح حبة لأن هو دخل في الريتم عالي قوي وهو لسه أول موسم ليه بشكل احترافي. أحيانا بتبقى محتاج إنه اللعيبة تشيلك بشكل ما، أنت شلت كتير وأثبتت إنك لعيب راجل ولعيب يعتمد عليك. أكرم لما جه من آخر الدنيا ما كانش أساسي في الباك رايت ولا يمكن الاحتياط الأول في الباك رايت، لاعب خط نص لما بيحتاج باك رايت وأبدى قوة كبيرة في المركزين لدرجة إن هو هدف في ماتش مازيمبي. فأعتقد إنه كيف يكون القادم أفضل؟ يكون القادم أفضل أولاً بأن اللعيبة دي تحس إنه أوائل المباريات وأواخر المباريات مسألة مهمة جداً، الأوقات دي في الماتشات مسألة مهمة، محتاج إنك تهدف بدري زي النهاردة، محتاج النقطة المهمة إنك ما تستقبلش أهداف متأخر، لأن في ماتشات هتتلعب على 1-0 لو كل ماتش أنت بتستهدف بعد يعني بتستقبل أهداف بعد ال 80. النقطة اللي أنا بتكلم فيها بقى إن إحنا خلال الفترة القادمة يعني والله أنا لا أبرر ولا بقول حاجة لقدام ولا الكلام ده، ولكن هذه الحقيقة ده اللي أنا أعرفه في كرة القدم إنه اللعيبة هتموت نفسها وهتعمل أقصى مجهود ليها عشان تكسب كل مباراة، ولكن ممكن ما يبقاش الأداء قوي جدا يعني زي ما صح مش محتاجين هي تكسب زي ما حضرتك بتقول كده تكسب ولا تلعب. في بعض الأحيان أنت محتاج ده إزاي تكسب بمجهود هو أقل وتحافظ على المكسب ده وتعدي، هي ده مهم النهارده. نقاط في توقيت مهم. بقول لك يا كابتن اسلام النهارده الناس كلها بتتكلم ريال مدريد صعد سيمي فاينل وبيلعب سيمي فاينل يعني سيمي فاينل و2-2 في المانيا ومطلع مانشستر سيتي. هل الاداء طبعا حاجه جميله والناس كلها بتشيد مثلا بمانشستر سيتي وجوارديولا لكن في الاخر النتيجه ايه؟ ان ريال مدريد هو اللي في السيمي فاينل. توخيل امبارح قال كده بالظبط، قال لك انا هم راحوا بهجمتين جابوا جونين. ما هو ماشي يا جماعه، ما هو برده طب وقف ما تدخلهمش يخش يدخلوا جونين بسيطة يعني في الاخر محدش هيقول لم المدافع بتاعه لوم طبعا لا يعني قصدي ان في الاخر ان الناس هتبص للنتيجه. حتى لو لعبت حلو النهارده انت ممكن تلعب حلو وتفقد نقطتين ما تتعادل صحيح، هتزعل على النتيجه مش هتطلع تقول انا هتطلع الاداء الحمد لله كويس، بس هتزعل ان انت ما قدرتش تحافظ على. فهي ده مهم التوازن، لو التوازن ان انت هتحافظ على المكسب هيجي على حساب الاداء شويه. انا مع المدرسه دي دلوقتي وانا مع المدرسه دي دلوقتي ومدرسه المسانده والدعم الدائمه طبعا خلال هذه الفتره، لان هو في الاخر مهمة جدا جدا جدا. الحاج عامر حسين
قال ان اللي هيصعد السنه الجايه او اللي سوف يتم تحديد من هو من اللي هيلعب في افريقيا من خلال نتائج الدور الاول او بعد نهايه الدور الاول. طيب لو النادي الاهلي خد البطوله الافريقيه لو اللائحه بتقول ايه؟ اللائحه يعني احنا معانا اللائحه ممكن نستعرضها كابتن اسلام. لائحه الكاف دي من الكاف اللي هي دوري ابطال افريقيا اللي موجوده على الموقع. ان النادي الاهلي النهارده بيلعب الفاينل هي كابتن اسلام اللي هي رقم 5 طبعا اللي هي موجوده باللغه الانجليزيه، احنا هنختصر للمشاهد الكلام ده في رقم 5 ان الاتحاد المصري لكره القدم من الاتحادات اللي في التصنيف بتاعها مسموح ان يبقى فيه ناديين من عندها في دوري ابطال افريقيا. اوكي. فالنهارده العرف او القاعده بتقول ايه؟ اول الدوري بطل الدوري والوصيف بتاعه. طيب في حال ان بطل الدوري ابطال افريقيا هو النادي الاهلي ان شاء الله، ده معناه ان هو يبقى عنده فرصه انه يدافع عن لقبه. طيب جينا في ترتيب الدور الاول، النادي الاهلي مثلا طلع في ترتيب الدور الاول الثاني وقتها. النادي الاهلي كده كان موجود هياخده اول الترتيب. طب لو النادي الاهلي هو اللي موجود ياخده الثاني معاه، مش هياخد اكتر من ناديين لانه حد اقصى ناديين. فالنهارده النادي الاهلي في حال فوزه وتتويجه بدوري ابطال افريقيا هو موجود في دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل بغض النظر عن نتائج ترتيبه دور اول دور ثاني دوري اتلغى يعني حتى لو في نهايه الدور الاول هو رابع يروح دوري ابطال افريقيا هو موجود دوري ابطال افريقيا وياخدوا الاول ما ياخدوش الثاني في نهايه الدور الاول حتى لو في حاله فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا ان شاء الله. طيب لو لا قدر الله ما حصلش يبقى لازم نبقى موجودين من ضمن الاول يا ثاني في الدور الاول لان طبعا الدوري ممتد لمنتصف اغسطس وبنسبه كبيره الكاف لما بيجي يطلب الانديه بيطلبها في فتره شهر اوائل شهر يوليو الاتحادات عشان البطوله بتبتدي شويه متاخر فبعض الاتحادات ممكن تطلب استثناء بالظبط المده اللي فاتت فاخرنا يعني في الاستثناء ده ايه اخر يوليو اول اغسطس برضو الدوري هيكون مخلص فتبقى مضطر تحتكم لنتائج الدور الاول فهنا بنطمن الناس الى حد ما ان انت يعني ما نقلقش ولكن في نفس الوقت احنا كده بنلعب على لقب دوري ابطال افريقيا لان احنا عايزين ال 12 وفي نفس الوقت ده وفقا للائحه هي بتديك الادفانتج ان انت تبقى موجود تدافع عن وفي هذه الحاله ياخدوا النادي الثاني ياخدوا نادي واحد بس على حسب ترتيب النادي الاهلي بالظبط ياخدوا نادي واحد بس من الدوري وقتها يعني. طيب دي كانت مهمه جدا. في بعض الاوقات الخبرات المطلوبه من بعض اللاعبين ايه النصائح اللي هتديها لهم؟ انت كسبان 2-0 ليه بتصعب يعني حتى الراجل نفسه قال لك احنا اللي صعبنا الماتش على نفسنا وحلو انك جبتها يا كابتن من نقطه الخبرات لانها بتصعب على نفسها بمواقف فرديه بسيطه مش مواقف جماعيه ان في كوره مثلا وانت جاي بتشتت ومقلشه من تحت رجلك رايحه انفراد على طول ان يبقى في تغطيه ماسك المان بتاعك وفجاه هو يسحبك طب انت كمدافع بتعمل ايه في الوقت دوت انت مش بتلف وسطك وتستنى اما لا وتروح للعيب تاني لا على الاقل خالص ان انت بتكمل على الاقل المحاوله دي مع المان بتاعك حتى لو بنسبه 40 50% هتعرف تاخد الكوره لكن انك تتوقف ده حصل النهارده من اكتر من لاعب بصراحه في كذا لقطه ونتج عنه ان الاسماعيلي راح مثلا بكورتين او ثلاثه محققين منهم واحده في اخر الماتش في الوقت بدل الضايع كانت كفيله ان هي تخلي المساله معقده وتكرر نفس سيناريو البنك الاهلي ونفس سيناريو امبي اللي انت بتستقبل فيها اهداف من العاب فرديه مراقبه في كورنر حد سحب على الباك رايت خطا في التغطيه العكسيه خطا في التغطيه العكسيه من الباك ليفت ايا كان انت خبراتك في الوقت ده مش ان انت تدخل في منظومه الراجل خلاص بقاله دلوقتي سنتين واكتر عامل مستوى كويس مع النادي الاهلي اللعيبه شربت جماعيا هو عايز ايه الرك بس على شويه اخطاء فرديه وشويه بصراحه يعني لو في نصيحه بسيطه لمحمد عبد المنعم بشكل خاص احيانا بيبقى هو امكانياتك اعلى من الدنيا كلها بس احيانا في بعض الاحيان بتبقى محتاج ان انت ترشد الثقه دي شويه علشان الموقف ده مش عشان لو ما عملتش الحركه دي او ما طلعتش بالمهاجم بالطريقه دي ده هيقل منك باي شكل من الاشكال او هيقلل من نظره الناس ليك لا العب العادي السهل اللي بيوفر لك ان انت تعمل ده باعلى كفاءه في الماتش المهم في الماتش الاهم اللي هو بالنسبه لنا دلوقتي مثلا ماتش الترجي انا محتاج اشوف الحاجات دي طول الوقت مش الريسكات بس محتاجها كلها تبقى ناجحه في ماتش الترجي انا هنا بقى عكسك يعني ايه انا مش عايز افكر في ماتش الترجي مش عايز اتكلم عن ماتش الترجي صح انا بتكلم عن 12 نقطه خدت منهم 3 نقاط اتفضلي 9 الماتش اللي جاي ماتش ايه الجونه انا هلعب على الجونه انا اعتقد انه مارسيل كولر حتى والجهاز اللي معاه عندما سئل النهارده مثلا على افريقيا قال لهم ايه بتفكر في افريقيا ازاي قال لهم الجونه صح بتفكر في افريقيا ازاي قال لهم الجونه ما هي دي رساله لعيبته خلي بالك ما هو الناس كلها بتشوف المؤتمر فانا نفس المدرسه دي على فكره ان هو
بعد الاربع ماتشات بعد ال 12 نقطه دول ان شاء الله، او يعني انا خدت 3 فاضل لي 9، التسع نقاط اللي جايين افكر بقى بعد التسع نقاط دول في عندي بقى وقت من يوم 11 ليوم 18، عندي الوقت ان انا استطيع ان انا كيف افكر في مباراه الترجي. انا صح. بتفق معاك، يمكن خلني بس التعبير في النقطه دي يعني، لا انا فاهم بس المقصود يا كابتن انه انا لعيب واثق في نفسي وعندي امكانيات بتساعدني جدا. هو الراجل ده بيعمل حاجات ما حصلتش من ايام جيلكم، من ايام هاني سعيد وابراهيم سعيد، اللعيبه اللي كانت بتعرف تطلع بالكرة وما الى ذلك، والكابتن عماد النحاس وكل ده. ولكن انت مش طول الوقت محتاج انك تعمل ده، انا بس ده اللي بقوله، محتاج ان لما تحتاج ده في ماتش كبير عليه ضغط جامد قوي انك تبقى مديني الكفاءه 100%. الجمله دي حلوه، معلش يا احمد. لا اتفضل. جمله الفاول دي جميله. ماشي. بس يعني لازم نقولها. اكيد هتبان. حلوه يعني. يعني اصلها جمله حلوه قوي. بالظبط يعني لو كانت مشيت واتعملت 10 على 10. بالظبط كانت هتبقى جميله يعني، معلش انا اسف. لا ولا يهمك ولا يهمك. لا حلوه اصلها صح، بس ده من مزايا الكابتن، من مزايا الراجل ده يا كابتن، انه في اكتر من جمل متفق عليها اساسها علي معلول، تلاقي محورها علي معلول في الاخر. لا وايه، بص يا كابتن اسلام، فاكر كولر كان عنده كلمه كده في المؤتمر يقول لك ايه، انا ما عنديش وقت امرن، احنا الحمد لله عشان خدنا يومين زياده تمرين فبدانا نشوف كورنرز، بتشوف حاجه كورنر برضه اتعمل فيها حاجه زي اللي بيقول لك يعني، وده بيقول لك على حاجه اللي بيتكلموا ان الاهلي بيتاجل له بيتاجل ايه، احنا تقريبا اكتر نسخ ماتشات انا شفته السنه دي من بره انديه اوروبا، يعني بره انديه اوروبا الكبرى اللي وصلت ربع النهائي. لا بس خلي بالك انت والترجي ونهضه بركان 35 35 32، الزمالك 25، انا هنا بتكلم عن كان زميلنا صبري سوري بارك الارقام صح، هذه الارقام فيما يخص امر هي نفس الايام بالمناسبه، يعني هي نفس الايام اللي بيلعبوا يعني فيها النهارده. لا انا اقصد نفس الايام كان بيلعب مع صفاقسي تقريبا، اقصد الموسم بتاعنا احنا وهم بدا في نفس الوقت، والنهارده بالنسبه لنا وبالنسبه لهم يوم 1 مايو 2024 هو فما فيش يوم اطول من يوم عندنا، لا يومهم اطول ولا يومنا اقصر. هم هيلعبوا الساعه 7، هم لعبوا الساعه 7:30 النهارده بس مش 7. فاللي بقوله انه يعني عموما انت عندك ضغط مباريات هائل، احنا بنحاول نكيف اللوائح بالطرق، مش احنا كاهلي في المنظومه الرياضيه المصريه الاتحاد المصري لكره القدم، انا مش بشوف ان التكييف بتاع اللوائح ده خلال السنوات اللي فاتت كان افضل تكييف بشكل عام، كنت شايف ان في تدخلات تانية ممكن تتعمل، لكن انت كنادي اهلي اكتر نادي متضرر من نسق المباريات طول الوقت طول المواسم، ولو في لقب او اتنين فقدتهم على المستوى المحلي فكان ليهم رد كبير قوي انك بتضغط في الوقت ده. طب ولو في خساره لا قدر الله افريقيه، بتبقى دايما جاي من ماتش 3 ايام مسافر اخر الدنيا، متصاب لك 3 4 لعيبه ده رقم رفاهيه، احنا بيتصاب لك بال11 وال12 وال13 لعيب زي ما دخلنا كاس العالم للانديه النسخه قبل اللي فاتت ماتش مونتيري. فاعتقد انه يعني الاهلي في الوقت ده يعني بدانا نتعود على اسوء الظروف، وعشان اللعيبه دي رجاله بتعرف تطلع منها طول الوقت حقيقي. والجيل ده في الحاجات دي والضغط اللي اتعرض له، جيل عنده امكانيات كتيره جدا يا كابتن انه يلعب تحت الضغوطات، وعشان كده ان شاء الله واثقين فيهم في الفتره اللي جايه باذن الله. انا لسه كنت بقول لكم على مباراه الصفاقسي او الترجي والصفاقسي، انتهت بالتعادل الايجابي ما بين الفريقين في الدوري التونسي يعني. طيب ثلاث مباريات اللي فاضلين يا ايمن، مضغوطين جدا قبل مباراه الترجي. ازاي نستعيد بعض اللاعبين من خلال هذه المباريات؟ هل ما انا برضو انا كمدير فني افكر فيها ازاي؟ اللي راجع لاعبه فياخد في اسبوع او في 10 ايام ثلاث مباريات، يعني حاجه جامده، يعني حاجه تقيله على واحد راجع من اصابه طويله او حتى يعني اقل واحد راجع بعد مثلا شهر ونص. صح في الاصابات عندك ان انا اديله ولا اصبر العب مجموعه زي اللي لعبت النهارده؟ ما هو برضو الله يكون في عون المدير الفني في ذلك الوقت. لا يعني الموضوع صعب جدا. يمكن حتى احنا السنه اللي فاتت لو فاكر يا كابتن اسلام في الحصاده، والسنه اللي فاتت ده ممكن الموسم اللي فات ده بنتكلم من كام شهر يعني، واحنا بنتكلم عن حصاد ان اكتشفنا ان لعيبه الاهلي عموما كلهم القايمه دقائقهم قريبه من بعض، ده بسبب ان الموسم طويل بالنسبه لنا ومباريات كتير فكله بيلعب. فانا النهارده هو الروتيشن لازم يبقى دايما في حساب. طبعا انت دلوقتي تلعب بعد يومين، يمكن المباراه اللي جايه خلاص تاكد مثلا رامي ربيعه بسبب الايقاف مش هيبقى موجود، فده هيبقى في فرصه ان رامي بيريح ايام زياده عشان هو برده لعب الفتره اللي فاتت بشكل مضغوط، وتقدر تدخل ياسر لو جاهز او متولي رجله ابتدت ترجع تاني. فالنهارده انت تقدر تجهز، يبقى في الثلاثه عندك موجودين النهارده، تطمنت على مروان وبتطمن على امام وبتطمن على اكرم في وجود كوكا والسولية، شوف ازاي تقدر ان انت تدخل ديانج في المنظومه بحيث برده ما يبقاش في خلل، ما يبقوش الثلاثه اللي في نص الملعب جداد.
النهارده مثلا بيرسي تاو واحمد عبد احمد عبد القادر مثلا اتصاب النهارده، فممكن وارد جدا ما يلحقش المباراه اللي جايه، فتبقى فرصه ان مثلا طاهر يرجع تاني نشوفه، او ان حسين الشحات دلوقتي رجع فهياخد دقايق اكتر. الناحيه الثانيه ممكن رضا سليم دخل، فتشوف الماتش اللي جاي لو طاهر في وسام ابو علي برده كان راجع من اصابه ولعب دقايق كبيره، وكان هي اصابه عضليه اتكررت في نفس العضله، فتقدر النهارده ازاي تستفيد مثلا بكهرباء تاني ترجع تدخله في المباريات. طبعا هي الازمه الاكبر بالنسبه للناس دايما بيتكلموا في فكره علي معلول، ولكن كريم الدبيست للامانه لما كان بيظهر في بعض المباريات كان بيأدي بشكل جيد، فده امر مهم ممكن ياخد، ولكن لازم برضو نبقى احنا كلنا فاهمين ان صعب جدا كولر يغير 7 لعيبه مثلا مره واحده، لازم على الاقل 3 في 3 زي النهارده كده بالظبط كده، لان قبل كده لما اتغير ال7 أو ال8 الامور كانت عاليه جدا وكان في مشكله وتعادلنا في بعض المباريات، خصوصا كمان ان مباراه زي الجونه الفتره اللي فاتت ساعات كده ايه يمكن اكترها طبعا في ملعبهم، ولكن بيقدروا يلعبوا جيم كويس مع النادي الاهلي وجيم دفاعي كويس مع النادي الاهلي. فهي دي الفكره، ان انت ازاي في 3 مباريات تقدر تستفيد باكبر عدد من اللعيبه اللي عندك، انت تجهزهم وكلهم ياخدوا دون ان يؤثر على انسجام الفريق، وان كله يبقى يعني في حاله جيده، ان انت تكسب كمان ال3 نقاط عشان خاطر ماتش الترجي هو خلاص يعني هتوصل اللي انت عايز، ان القايمه بتاعتك تبقى كلها جاهزه بحيث هو الماتشين ده الاسبوع 18 و25 تظهر بافضل شكل ممكن يعني. طيب برضو كيف ينظر كولر لل 10 ايام اللي جايه؟ سيبك من الترجي خالص، تمام، طلع الترجي بره الموضوع، انا هنا بكلمك على 3 مباريات محليه بلديه، سوري، جونه اتحاد بلديه. 3 مباريات دول هو اللي انا بفكر فيهم واحده واحده، انه فكر كيف يفكر من وجهه نظرك بقى انت كمشجع اهلاوي وكراجل ناقد رياضي وشايف الدنيا ماشيه ازاي. فكر وقول لي انت لو مكان كولر هتعمل ايه؟ هلعب بنفس المجموعه ولا هغير ال11 ولا هغير 5 ولا هغير 1؟ ده بتفق مع ايمن في النقطه دي، ان احنا محتاجين تغييرات بس بسيطه، هدفها انه كل اللعيبه دلوقتي تقف على رجليها في المرحله المهمه دي من الموسم، والتارجت الاكبر اللي شايفه التارجت الفني الاكبر اللي المفروض كولر يحط ايده عليه دلوقتي يا كابتن هو عدم استقبال اهداف، ان الفرقه دي بتستقبل اهداف كل ماتش نتيجه بعض الاخطاء الفرديه، مش الخطا الجماعي العام، تدخل فردي بسيط احيانا انت بتكون تركيزك انت في حته في وقت معين من الماتش على طول الخصم ما بيمهلكش وبيستغل الفرصه دي للتهديف، وده حصل معانا اكتر من مره الفتره اللي فاتت، ولولا تدخلات تاني مصطفى شوبير الناجحه في ماتشات كتير سواء في افريقيا او هنا كان او كانت تحصل نتائج ممكن تكون سلبيه بعض الشيء، ولكن الفرقه دي ما بتعانيش هجوميا، ده اللي انا عايز اكد عليه، الفرقه دي هجوميا قادره انها توصل دايما، الفكره بس ان انت تدور اللعيبه تدي كل اللعيبه النفس الهجومي، عمر كمان عبد الواحد يجرب نفسه كمهاجم في يطلع من الباك رايت، والفكره اللي كان لو متاح ان هو يطبق الفكره بتاعت ان هو قدام محمد هاني ويلعبوا هما الاثنين قدام واحد باك رايت وواحد ظهير قدامه او جناح كلاسيكي زي ما بيتقال، ممكن يعمل ده لو الوقت بتاع الماتش يسمح، لكن الفرقه دي لا تعاني هجوميا، الفرقه دي بعض الشيء محتاجه ان هي يعني ما تستقبلش اهداف سهله او مبنيه على اخطاء فرديه، اعتقد ده التارجت الاساسي اللي لو كولر حطه لل3 ماتشات دول وعرف يعملوا بروفا قويه لما بعد ذلك سواء في ماتش الترجي ذهاب او عوده، اعتقد ان ده المكتسب المهم جدا من الموسم، لان بعد كل ده كمان في موسم تاني بعد يوم 25/5 لسه البطوله شغاله ولسه في بيراميدز ولسه في زمالك ولسه في منافسين ولسه في كاس ولسه في سوبر تاني ولسه في ده سوبر افريقي تاني هيبدا. انا مش فاكر انا لما سمعت الحاج عامر حسين بيقول قرعه الكاس ممكن نلعب الكاس غير الاهلي والزمالك عشان انت جيت يعني انا مش فاكرينه كاس ايه ده احنا لسه انا واحد ده لسه في نهائي كاس ملعوب يعني الموضوع صعب جدا. لا الموضوع عشان كده انا بقول لك انا دايما اللي بطلبه من كل جمهور النادي الاهلي ان يكون المسانده والدعم في هذا التوقيت لهذا الجيل، بالفعل هذا الجيل بجد يا جماعه والله الناس دي شافوا ضغطة مباريات ما اتشافتش من حد. وكابتن اسلام يعني خليني انا يعني كنت شاهد وفي الملعب. لا انتوا بتلعبوا كل اسبوع يا ماتشين بحد اقصى. لا كانت في برضه ماتشين ايوه في وقت ضغطات وبتاع لكن كان ما كانش ما بتقعدش موسم كامل كل 3 ماتشات. لا قعدنا موسمين تقريبا في ال6 7 مواسم اللي لعبتهم يعني في موسمين في النص كانوا فيهم الضغطة ضغط جامد بس ما كانش في دوري افريقي، ما كانش في سوبر مصري بره ومفيش سفر الكتير ده اصلا. لا كان بالعكس كان السفر اكتر. لا اقصد لما تروح تلعب السوبر المحلي تلعبه في الامارات وترجع يعني تلعب كمان 3 ايام كده، ولكن كان في ضغطه ولكن مش زي دي. انت بقالك 5 سنين مضغوط صح يعني ما بتريحش بين السيزونز. انا بقعد افكر انت مفيش سيزونز بتريح فيها خالص
خالص تقريبا. لا ما فيش اصلا، احنا من موسم 18 19 اعتقد كل موسم متلاحمه حتى فعلا. بتريح اللي هو ايه، في مجموعه بتريح ومجموعه بتبقى في معسكر، مجموعه تبقى مسافره، يعني حتى الراحه مش راحه للكل. وبختهم وحش برضو في موضوع كورونا يا كابتن، موضوع كورونا قعد الناس دي مده مش بطاله على القعده دي، كان في بقى منافسات شغاله دايما في فتره الفيروس، فيروس كورونا، وكانت اللعيبه دي بتتمرن وهي في البيت، وبتبعت تقارير انها بتتمرن وهي في البيت، فحتى الريست اللي العالم كله اخده لعيبه الاهلي ما اخدتوش يعني بشكل واضح. فاعتقد يعني الجيل ده يستحق تقدير كبير في في الناحيه دي، والصبر عليهم لو حد منهم تعرض لضغوط او حاجه باي شكل او اثار انفعالية، يعني ده وارد بشريا. ولكن دول كمان البيئه، انا يمكن مش قصدي حاجه والله، مش بقول انا ولا حاجه، ولكن انا قصدي ان انا يعني الواحد ياما مر بمثل هذه الظروف كثيرا جدا جدا جدا. الواحد كان ممكن يروح يعني لو ابنك الصغير ما كان بيعيط كنت بتنرفز، صح؟ هو من كتر الايه ضغط بتنرفز، ان انت بتنرفز من كتر الضغط اللي عليك من الناس، وده حقهم، وضغطك انت بينك وبين نفسك كلاعب في منافسه في جوه الفرقه نفسها صعبه طبعا، يعني حتى ايامنا كانت المنافسه صعبه جدا، فبتقعد تفكر وعايز العب وعايز اسعد الجمهور وعايز ابقى نمره واحد في مكاني وعايز ارضي المدرب وعايز ارضي 70 80 مليون وعايز ارضي، فانت نفسك بتبقى فيجي موقف بسيط انت متخيل ان هو ما يسببلكش اي بالظبط، فده بيلتمس لكل الدنيا لا وبيحصل، احنا احق بيلتمس وبيحصل في كل الدنيا بالظبط. وعايزين نقول لجمهور الاهلي برضو حاجه، ده الوقت زي ما حضرتك قلت كده مهم جدا دلوقتي، 25 يوم دول مهمين جدا جدا، مهم جدا. الناس عارفه دلوقتي تدخل لجمهور الاهلي منين، البعض عارف ازاي يدخل لجمهور الاهلي، ويعني كده يخليه دايما. يعني انا حتى من كام يوم كتبت قلت يا جماعه احنا الحمد لله النهارده مفيش مشكله، مفيش حد اتخانق مع مدرب، مفيش لعيب قفش على لعيب، كهربا ما طلبش منه الغرامه تاني، طب امام عاشور مش عايز يرجع تاني، يعني احنا كل يوم امام عاشور حد كلمه عشان يقول له مش خلاص خلصنا من القصه دي. يعني حتى الولد نفسه طلع واتكلم باحترام عن فترته السابقه في النوادي اللي كان فيها وعن جمهور النادي، لازم كل مره ندوس على الحته دي، ندوس على حته كهربا. زي ما انت قلت هو دلوقتي راح لسكه شوبير وشناوي، شوبير وشناوي احنا يعني على طول كل يوم، فلقى مثلا كابتن احمد شوبير بقيمته كحارس مرمى للنادي الاهلي وبقيمته كاعلامي كبير، طلع يقول لك ان المقامات محفوظه، فلقى ان الدنيا ايه مش عارفين مش هينفع يدخلها. انا كابتن احمد شوبير قال لي الشناوي على طول في تواصل مع مصطفى، لما يجي مصطفى يجي يتكلم قال لك يا جماعه الشناوي هو رقم واحد ما فيش حد تاني، فقصدي اقول لك انه خلاص قفلنا الحته دي، قاموا داخلين في حته تانية يقول لك اصله قفشه والسوليه وحسين الشحات هيتخانقوا مش عارف مع مين ولا بتاع ولا حاجه. حتى لو ده حصل، حتى لو ده حصل بقولها ثلاث مرات اهو، عادي بتحصل مع الناس كلها. ومع يعني احيانا كمان يا كابتن يبقى انت في بالك استنتاج معين هواك اللي دفعك ليه، الله ينور عليك، فانت تروح جاي فاتح لايف وقايله كمعلومه دي معلومه من جواك وانت بقى علشان انت مضغوط، هو هوا وانت مضغوط انت مضغوط مش هتقعد ترد مضغوطين فمش هتقعد ترد غير التشجيع لا انا اقصد مشجعين الاهلي دلوقتي حتى يا عيني كل يوم في حاجه بتتفجر لهم ومشكله وتكفى بيجروا مع الاصابات، فوقت ما هينتقد هينتقد يعني هو مستهدف ان المشجع الاهلي وقت ما ينتقد لعيب يخلص عليه، عشان كده انا وده مش ده مش الصح يا كابتن دلوقتي. لو انت فعلا بتفكر، لو بتقول هو انت ليه ما بتساندوش الانديه المصريه في المش، لا في دلوقتي ناديين مكملين في المشوار الافريقي والاثنين في النهائي، ساندهم هما الاثنين لو انت راجل حقاني، لو انت راجل حقاني ساند الاثنين، وبعد كده اقول ده اللي ما بيساندش دوت اهلاوي ولا زملكاوي، لكن ما تطلعش تهمد ده وتقول انت ليه ما بتساندش الثاني، لا انت شغال 24 ساعه تهميد باستنتاجات ما هياش معلومات وليست صح. يعني انت بتستنتج وفق هواك، انت بتقول تمنياتك، لا هو مش مخرج، لا بس كابتن يعني كابتن رضا بعيدا عن كابتن، لا يعني انا ما بتكلمش عن كابتن رضا شخصيا، المشكله ان بص يا كابتن المشكله الكلام يعني مش مظبوط، في بعض الامور الناس بتبتدي ترددها، فلما بتتردد كتير يعني الناس انا قاعد في الاستاد، لا مش قصدي انا قاعد في الاستاد، لما تخش تلاقي مثلا الترند كله على تويتر يقول لك اصل المخرج مش عارف عمل ايه، مخرج لا بس هقول لك حاجه، الحمد لله والشكر لله من خلال قناه الاهلي وما ما قيل في البيت الكبير وفي غير البيت الكبير، الحمد لله الدفه اتغيرت تماما. انت بتتكلم في لحظتها، انت باني استنتاجك على معلومه غلط، على مجموعه معلومه غلط هي في الاساس خطا كبير جدا، خطا بقدري. وبعدين عايز اقول لك حاجه، محمد نصر انا اسف جدا يعني انا اعرف محمد نصر من 25 30 اكتر يمكن سنه، محمد نصر من اكبر الاهلاويه في مصر ولكن من اكبر المخرجين حياديه في العالم بجد،
في شغله يعني، انا بتكلم في شغله لما يبقى ماتش اهلي وزمالك بيدي الاهلي زي ما بيدي الزمالك، بيدي الزمالك زي ما بيدي الاهلي، بيعمل اللي مطلوب منه كمخرج. هشام عبد الودود نفس الكلام، اساتذه كبار وليهم اسماء كبيره بيتكلموا في الفار ومعلومات الفار ده كابتن، وهي معلومات كلها خاطئه والمعلومات موجوده مترجمه بالعربي والانجليزي والفرنساوي والالماني كل اللغات. صحيح. خش اعرف بروتوكول الفار وبيحصل ايه. انا عايز اسالك برضو في نقطه مهمه جدا، وهي نقطه انه لسه طبعا 17 يوم في الكلام ده، ولكن قرار المنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات، هل من الممكن ان يحدث اي شيء يخص هذا الامر؟ طيب. وان يتم نقل المباراه خارج تونس، لانه حدثت بلبله من امبارح الصبح او النهارده الصبح، او النهارده الصبح، القرار كان امبارح بالليل تقريبا. الناس كانت في النهارده. هل ده ممكن يحصل؟ اللي انا عارفه ومعلوماتي بتقول ان لا، لن يتم نقل المباراه خارج تونس. لا يعني زي ما حضرتك بتقول بنسبة كده بنسبه 99%. يعني لحد دلوقتي احنا بنتكلم على الواقع 99، واقول لك كمان يا كابتن عشان ما حدش بس يعني يكلف الموضوع. يعني في ناس ابتدت تستنتج وتقول طب ما ننقل الماتش ومش عارف، يعني انت تدخل نفسك في دوامه وتصنع الترند وده والمعلومه موضوع بسيط. برضه احنا معانا القرار جزء بس بتاع الخاص بالعقوبات، لان طبعا قصه المنشطات دي قصه كبيره والبيان نفسه اصلا بالانجليزي ومعقد وبتاع، فهي الحته حتى بتاعت الرياضه فيها ان الكلام ان قد تونس قد يتم منعها او قد لا يتم السماح لها بتنظيم بعض الفعاليات. حتى كابتن اسلام تلاقي رقم 3 مكتوبه ان ممكن ما يتمش السماح لتونس انها تنظم بعض البطولات القاريه والاقليميه والعالميه، وان ممكن العلم التونسي مش هيبقى موجود مثلا في الاولمبياد لو الامور فضلت زي ما هي، لان القصه الموضوع كله يتعلق ببعض الضوابط وبعض الامور الخاصه بوكاله مكافحه المنشطات او منظمه المنشطات العالميه، وامور في تونس هم ما التزموش بيها ودون فتره 4 شهور برضه كبيره جدا طبعا. عندها انديه كبيره جدا زي الترجي والصفاقسي والنجم طبعا، فهم مش هيغامروا بالامور دي. ولكن فكره ان حاليا مفيش قرار معلن ان تونس ممنوع يتلعب فيها مباريات بسبب هذا الامر، حتى الكاف ما علقش، ممكن بكره صراحة. او بعده يعلق، ولكن طيب. بنسبه 99.9 تقترب ل 100% المباراه في موعدها في رادس زي الفل، وهنسافر ونلعب وان شاء الله نرجع بنتيجه ايجابيه من هناك. ارجو، انا مش هتكلم في الموضوع ده تاني ان شاء الله خلال الايام اللي جايه، ولكن ارجو ان يكون او تكون هذه المعلومات هي الاساس لما هو قادم. يعني مش عايز، يعني عايز حضراتكم بقى لما تطلعوا تتكلموا كاهلاويه تطلعوا تتكلموا مع الناس كلها بهذه، احنا هنروح نلعب الترجي في تونس، الترجي فريق كبير، تونس بلد كبيره وعظيمه، احنا بنحب نروح نلعب في تونس، والتوانسه الترجي تحديدا بيحبوا بيجوا يلعبوا عندنا، وبالتالي احنا هنلعب مباراتنا ان شاء الله في رادس في تونس. اللي يحصل يحصل، ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونكسب، ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونفوز بهذه البطوله، لان النادي الاهلي هو اللي يستحق الفوز بهذه البطوله. بما اننا في حلقه نهايه الاسبوع يا مجدي، مباراة الجونة الحقيقة كان من الفرق اللي انت بترخم على الاهلي شوية. لا بعيدا عن انها بترخم طبعا صح كلامك صح، ولكن الجونة السنة دي اول لما سمعت الاسماء والكلام والحكاية والرواية عرفت ان الجونة كلنا لما كنا قد تكون عندها مشكلة وقد تهبط من بداية الموسم. الجونة دلوقتي من الفرق مطمن، مش مطمن، ده يعني اكتر الفرق مطمن لأعاده السنة دي. جزء منه طبعا الاختلاف لوائح، يعني اختلاف عدد مباريات الفرق، يعني احنا لا بس هو الوصول للنقطه اعتقد 28 هو ولا هو عمل السابق. سلسله انتصارات متتاليه طلعته من حاله الشك دي، ما بيقلقنيش قوي الفرقه اللي بتبقى يعني بتواجه الاهلي مضغوطه، ان بيقلقني اكتر الفرقه اللي بتواجه الاهلي مرتاحه وما عليهاش ضغوط. بالظبط، انا عايز اوصل ايوه ده اللي بيقلقني، ده اللي بيقلقني جدا، او مش بيقلقني يعني، ده اللي بيخلي الماتش يمكن اصعب من الناحيه الفنيه، لان انت الاهلي اللي عليك دايما الضغوط ان انت تخلص بدري وتنتصر وما تعقدش الماتش، وبتفكر دايما في الماتش اللي جاي ومين هيتصاب وعندك لائحه مصابين، لكن لما بتبقى مرتاح والدنيا هاديه معاك وجاي من سلسله كويسه ومش عايز نتيجه معينه من ماتش الاهلي، دي النقطه المهمه، انت مش مضغوط ان انت تتعادل علشان يبقى اسمك خدت بونت من الاهلي فيفرق معاك في حسابات الصعود، ده اللي بيحصل دايما مع الفرق اللي بتيجي مضغوطه الاهلي، والاهلي بيعرف يواجهها بشكل ما، او بتبقى فوق مع الفرق اللي بتبقى عايزه تتوج او تضمن مكان في المربع، فتلاقي نفسك انت برضو ليك السيطره على انك متعود على الضغوطات اللي هم مش متعودين عليها. عشان كده بطالب لعيبه الاهلي يا كابتن ان هي الماتش ده يخلص بدري قد ما نقدر نخلصه بدري، وما نقبلش هيبقى في القاهره ماتش الجونه خلص 1-1
بتاع مودست، الجون اللي جابه مودست العالمي، الجون الحلو ده اللي نزله. نفسنا نشوف حد زيه تاني ان شاء الله في 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 الماتش اللي جاي، وان شاء الله الاهلي بس تلتفت لنقطه عدم استقبال هدف، لان استقبال هدف الفتره اللي جايه دايما في الماتشات هيكون امر معقد، وهتحتاج دايما ان انت تحط لود على اللعيبه وتجيب لعيبه تديها حمل بدني اكتر، فقد ما نقدر ما نستقبلش هدف وتكون لنا ان شاء الله السيطره على مجريات الجيم باذن الله. ايمن، ارقام الجونه يعني ما لقيناش برضو، انا قلت اتكلم بس بشكل عام يعني، لان برضو يعني هم حاليا في مركز السابع، هم كسبوا 7 تعادلوا 7 خسروا 5، هي النقاط بس 28، دي الغلطه دي من عندي انا، اللي هم لعبوا 19 مباراه يعني، نقاط 28 في المركز السابع، سجلوا 24 استقبلوا 26، شباك نظيفه 3، معدل الاستحواذ 37%، فرقه مش بتعتمد على الاستحواذ. دي بس كده بشكل عام نظره عامه يعني على ارقامهم سريعا. انا بقوله بقى ان انت من 28 نقطه يعني مركز سابع، السنه دي اللي هيبقى الهبوط من كام؟ من 36 مثلا. لا هم مطمنين، هو قدامه 8 نقاط من عدد مباريات 13 14 ماتش تقريبا، فيعني عشان كده بقول لك ان هو من الفرق اللي مطمنه اللي هي تعمل كده. لا وهم يعني الفتره اللي فاتت زي ما حضرتك قلت كده الدنيا ماشيه كويسه يعني، مع الجونه في يعني زي ما اقول لك النقاط 28 7 في المركز السابع، هم زيهم زي سموحه، فبرضو يعني هم قريبين، سجلوا واستقبلوا، بص برضو الفرق يعني هم عليهم سالب 2، فده معناه ان هم بيستقبلوا، فكر ان هم بيستقبلوا اهداف كتير، فده معناه ان انت تقدر كمان على ملعبك ان انت تستفيد من اخطائهم الدفاعيه، لان ده اكيد ان هم عندهم الاخطاء دي تقدر تستفيد منها. فرقه ما بتعتمدش على الاستحواذ، رغم ان هم ممكن ما بيلعبوش على طول الاهلي والزمالك، هم بيلعبوا برضو فرق في مستوياتهم، فاحنا بنتكلم على معدل الاستحواذ ده الريت بتاعهم في المباراه اجمالا مقسوم على عدد المباريات يعني، فقرب ال 40% مش حاجه كبيره يعني ان هم في المعدل بتاعهم. فلا النهارده النادي المفترض ان دي مباراه من المباريات اللي نقول عليها ايه يعني نقدر نكسبها بكل بشكل ما يتعبناش، ولكن مشكلتها ان ظروفها جايه بعد يومين من مباراه زي الاسماعيلي في سفر، الامور صعبه، فهنا دي صعوبه المباراه، مع ان الجونه قدامك انت بيعرف يعصلك شويه، فانت محتاج ان انت الكلمه اللي قالها مجدي في الاول البدايات، ودي اللي كانت حاجه مميزه جدا عندنا الموسم الماضي، سجل بدري على قد ما تقدر جون اتنين، الشوط الثاني تحافظ عليه بان انت تموت اللعب زي الجيل بتاع حضرتك، زهق المنافس بتاعك، اقعد باصي، استحوذ على الكوره بشكل ايجابي. احنا ما كناش بنزهق، احنا كنا بننبسط، احنا كنا بنعد، احنا كنا بنقعد نعد، احنا قاعدين بنعد. بقول لك زهق المنافس، انت بتبقى مبسوط بس بتزهق المنافس، هو بتيجي في مرحله وبيستسلم قدامك طبعا لما تقعد تبصي عليه كتير. فان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يعدي المرحله الصعبه دي. وتاني رسالتي للجمهور، انا عارف وكلنا والله بنقعد في الاستاد لما لو بروح. اي حد فيكم عنده رسائل يقول بقى عشان احنا اكيد الاداء ساعات والمواقف دي بتضايقنا، واكيد المستوى في بعض الفترات بيضايقنا، اكيد بعض القرارات بتضايقنا، ولكن خلوها دايما زي ما احنا اعتدنا كجمهور النادي الاهلي بنوجهه بالشكل السليم، بحيث لما يوصل للعيبه يوصل للعيبه في شكل نصح، ما يوصلش للعيبه في شكل ان هو يحبطه، لان هم دول شئنا ابقى باين مع احترامي لاي حد، دول مكملين معاك لشهر 8، هم دول اللي هيلعبوا معاك الموسم. مكملين هذا، هذه المجموعه عملت كتير، عملت كتير بالزبط. وتستحق كل المسانده وكل بالظبط كده، فقصدي هم مكملين، فانت دلوقتي ما عندكش فرصه تقول صفقات ومين لعيب وفي الاجازه حسن من نفسك لا الكلام ده حاليا صعب، كل يومين ماتش ما فيش فرصة للتطور، فأنت على قد ما تقدر لو عايز توصل لهم رسالة وصل لهم دايما الرسالة اللي هو اللعيب لما يشوفها يحس إن هي كأنها نصيحة، وأنت تبقى هو دايما يحس إن أنت حائط الصد بتاعه. طيب. زي ما حضرتك كده بتعمل الفقرة بتاعت حائط الصد، الجمهور يبقى حائط الصد بتاعه، لأن الناس دلوقتي عارفة تدخل لنا إزاي كأهلي، عايزة تفتت كده ودايما تخليها تشغلنا في يوم 25 يعملوا اللي هم عايزينه بالظبط كده ان شاء الله. احمد عايز تقول حاجه سريعه؟ انا بس نقطه يعني احنا كلنا جماهير النادي الاهلي، حتى حضرتك كواحد من الناس اللي مثلت النادي الاهلي وواحد من من من, من رموزه الاعلاميه ورموزه الرياضيه، واحنا كلنا كنقاد رياضيين او صحفيين او مشجعين او ايا كان، احنا مطالبين في الوقت ده دورنا تجاه الفريق ان احنا لا نصدق الا المعلومات ونبني عليها بناء سليم، لكن استنتاجات مبنيه على اهواء
ما ننجرفش ليها، لان انجرافنا ليها هيخلينا فعلا ممكن في بعض الاحيان نضر بالنادي او بالمجموعه ديت في الظروف دي، وده كلنا ما نتمناهوش. احنا نتمنى نيجي يوم 25 واحنا باذن الله متواجدين باللقب الافريقي وواصلين لشوط كويس ان شاء الله في الدوري العام، يكمل لنا باذن الله لحد الثلاث شهور اللي باقيين ما يخلصوا ان شاء الله على الف خير. نيجي يوم 26 نتصور مع حضرتك هنا بال 12. اه حجزنا الحلقه ان شاء الله. لا لا يا رب ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله. انا هاخد من كلمه احمد بس جدا، لانها كلمه مهمه جدا جدا فيما يخص ان احنا ما نصدقش حد اليومين دول. من فضلكم احنا صدقوني على قد ما بنقدر من خلال قناه الاهلي ومن خلال المركز الاعلامي للنادي الاهلي، بنحاول اولا باول ان احنا نعرض لحضراتكم الحاجات اللي احنا نقدر نعرضها لحضراتكم، وبالتالي ان شاء الله الاصابات تبعد، ربنا يبعد عننا كل الاصابات، وان شاء الله كل هذه الامور خلال الفتره الجايه تلاقوها اول باول على شاشتكم، شاشه قناه النادي الاهلي او من خلال المركز الاعلامي للنادي الاهلي. اي طرف ثالث صدقوني زي ما احمد بيقول بيبقى عنده اهواء وبيطلع يتكلم بيها. هنا احنا بنتكلم في اتجاه النادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. شكرا يا ابو حميد على وجودك. تسلم يا كابتن. شكرا جزيلا. اشكرك ايمن على وجودك معانا. شكرا يا كابتن. تسلم. كانت هذه حلقة نهاية الأسبوع، أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ألتقي مع حضراتكم في بداية الأسبوع القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.